دكتور، هل في مواصفات معينه للسائل المنوي للرجل علشان نقول ان نسب النجاح في الحقن المجهري دي بتكون اكبر او تحقق؟ كيف الرجاله؟ ايه؟ انا جاوبت على رايي كيف الرجاله. رايي ايه في الرجاله؟ عموما يعني؟ عموما طيبين الحقيقه، ناس جدعان جدا. الحيوان المنوي طيب. يعني ايه؟ يعني الحيوان المنوي يجوز ان هو يبقى مغلوب على امره ويعمل عيال. ويجوز ان هو يكون شديد الضعف ويعمل عيال. ويجوز ان هو يبقى روعه كمقومات، عدد، حركه اماميه وما يعملش عيال. والله طبعا ده ممكن ما يعملش عيال؟ طبعا. عشان كده المقياس الوحيد لانه الحيوان المنوي يكون قادر على احداث حمل هو اختراق البيضه، وده عمرك ما تشوفيه جوه الجسم. وانه السيده دي تحمل. ففي رجاله بيبقى عندهم الحيوانات المنويه ممتازه، ينفصل عن زوجته، يتجوز واحده تانية وما يخلفش منها، يتجوز واحده ثالثه وما يخلفش منها، يروح يعمل حقن مجهري، يطلعوا بيضات وحيوانات منويه بره الجسم، تلاقي الحيوان المنوي مش عارف يدخل جوه البويضه، رغم ان العدد كويس والحركه كويسه والحركه الاماميه كويسه. فالحيوانات المنويه هي متقلبه المزاج كالرجال. ممكن يبقى الحيوان المنوي تعبان خالص ويكون بيعمل حمل طبيعي. انا ليه بسال السؤال ده حضرتك؟ عشان مثلا وحضرتك بتختار، ما حضرتك بتختار. لا يوجد مقياس، لا يوجد معيار. باخد النشيط يعني، شيء طبيعي ان انا هاخد النشيط. لا يوجد معيار بيه حضرتك تنقي حيوان والله منوي وتقول. عشان كده صناعه البشريه هي اللهويه. اللهويه. وعشان كده في مجموعه من السيدات بيحملوا بنسبه اعلى من وكتير الاف شفناهم بالمنظر ده، عملت حقن مجهري مره واثنين وثلاثه، وكل مره بتتحقن البويضات بالحيوانات المنويه، لان العباقره اللي زينا قاعدين في المعمل بينقوا الحيوانات المنويه زي ما حضرتك بتقولي على الفرازه. ويجي دكتور طيب يقول لك ايه، طب ما نبقى ناخد مجموعه من البويضات نعمل بيها جوه المعمل، نعمل بيها طفل انابيب. مين اللي نقى الحيوان المنوي اللي دخل جوه البيضه في المعمل؟ ربنا. واحنا ما نعرفش الحيوان المنوي اللي دخل لوحده ده ايه. صح طبعا. خدنا ملايين الحيوانات المنويه حطيناهم جنب البيضه، واحد منهم قام داخل، ربنا اداله الاشاره، اتزرعت الاجنه، الست دي حملت.